بسم الله وعلى بركة الله نتابع انطلاقة الشوط الثامن وهو الرابع للأبكار الحقائق لمسافة 3 كيلومتر. نتمنى التوفيق للجميع. ما شاء الله مجموعها مميزة تشارك في هذا الشوط، فنتمنى لهم التوفيق. نعم، الشوط الثامن هو الخامس للأبكار، خامس الأبكار الحقائق والمسافة 3 كيلومتر. ما شاء الله فوق 20 اسم مشارك في هذا الشوط، فخلونا نفتتح الإذاعة بالشاهينية. ناصر بن عبد الله بن فارس، المركز الثاني شواهين سيف مسلم بن ناصر، والثالث مع جبارة فالح سلي بن حميد، والمركز الرابع مع شواهين عبد الله محمد بن سعيد. وخامس المراكز ننتقل مباشرة، فنجد شرف حمد بن حميد راعي حير المركز السادس، نجد الغزي الراهب بن احمد بن حمديها الدرعي، وسابع المراكز راعي الشاهينية محمد بن ضبيب بن راشد الدرعي، وايضا راعي شرايين محمد بن عبد الله بن غدير موجود. ما شاء الله اجتمعت الشعارات، اقتربت من بعضها البعض، فارى شعار محمد بن حمد السالومي، وارى شعار هناك راعي حربة محمود بن ناصر بن مرزوق. ومن الجانب الليمن خلونا هناك نبحث عن هذا الاسم، فنجد سما حمدان بن حمد بن سالم الدرعي. يا سلام، هذه الأسامي الموجودة في عالم الإذاعة، والشوط أكيد الشوط غوي لأن الأسامي تقترب من بعضها البعض، فهناك سوف يحدث تنافس على انتزاع الصدارة. فأرى بن غدير الذي بدا هناك بالتدخل في الامام، يا سلام، يبحث عن نقطه ثانيه في هذا الصباح. اما هناك يتواجد ايضا راعي الشاهينية ناصر بن عبد الله بن فارس الدرعي، تحمل رقم 1، لا زالت محافظه على هذا الرقم. اما ثاني المراكز فهو محمد عبد الله بن غدير، والمركز الثالث راعي شواهين عبد الله محمد بن سعيد الدرعي، والمركز الرابع راعي الشاهينية محمد بن ضبيب بن راشد، وخامس المراكز راعي شواهين سيف مسلم بن ناصر الدرعي، وسادس المراكز عندنا راعي سما حمدان بن حمد بن سالم الدرعي، سابع المراكز راعي شرف حمد بن حميد راعي حير الدرعي، وثامن المراكز ايضا هناك التدخلات من قبل حربة محمود بن ناصر، والتماس وصلت الان الكيلومتر الاخير، وصلت التماس عبد الله بن سلطان بن سعيد الدرعي. يا سلام، الشعارات تتغير في الكوادر الخلفيه ولكن الاماميه لم تحدث التغييرات. شعار ناصر بن عبد الله بن فارس لا زال في الصداره، وفي الوصيف محمد بن عبد الله بن غدير، وثالثهم هناك تواجد بن ضبيب. هاي الثلاث اللوائل، يا سلام، ولكن في اقتحامات قادمه، في الشعارات قادمه بقوه. يا سلام، لا زلنا حاضرين مع الشاهينية وناصر بن عبد الله بن فارس. اما المركز الثاني شرايين محمد بن عبد الله بن غدير الدرعي، ثالث المراكز شاهينية محمد بن طيب بن راشد، المركز الرابع التماس وعبد الله بن سلطان بن سعيد، المركز الخامس ياتينا هناك راعي سما حمدان بن حمد بن سالم الدرعي، المركز السادس راعي الرباط سعيد بن حمد بن حميدة الشاعر سعيد راعق حير، بدأ يحرك الرباط، الرباط في المركز الرابع، في الثالث راعق حير قادم، يا سلام، الرباط، الرباط قادم، والشاعر سعيد بن حمد بن حميدة راعق حير، بسم الله ما شاء الله، ولكن الشاهينية ناصر بن عبد الله بن فارس الدرعي، سلام
اليوم سلام راعي الشاهينية عنده هناك قياسات خطيرة وموازنها في الحضور والانطلاقة. ها هو راعي الشاهينية انطلق راس وينهي راس ناصر بن عبد الله بن سعيد من فارس الدرعية. أما المركز الثاني فكانت الرباط للشاعر سعيد بن حمد بن حميدة. راح اغير توقيت 4:36 30 جزء من الثاني توقيت الاضراب الشاهنيه ناصر عبد الله بن فارس درعي المركز الثاني. كانت الرباط سعيد بن حمد راعي حي المركز الثالث. كانت فيها اللي هي التماس عبد الله بن سلطان بن سعيد الدرعي المركز الرابع. شرف حمد بن حميده راعي حي المركز الخامس. الخامس والسادس مع لجنه التحكيم.